مرحبا بكم في جولتنا الاقتصادية من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، تقدمها ريم سيف. ونبدأ كالمعتاد بأبرز العناوين. بحضور سفير المملكة لدى المملكة المتحدة، طيران الخليج تدشن أولى رحلات طائرتها الجديدة دريم لاينر إلى مطار هيثرو. جمعية التأمين البحرينية تبدأ بوضع اللمسات النهائية على مقترح وثيقة موحدة للتأمين الشامل على السيارات. المستثمرون يترقبون القرار الخاص بترقية السوق السعودية إلى مؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة. وروسيا ستقدم مقترحاً لاجتماع أوبك والمستقلين لزيادة إنتاج النفط الخام بنحو 1.5 مليون برميل يومياً. أهلا بكم من جديد. دشنت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين أولى رحلات طائرتها الجديدة من طراز دريم لاينر 787 على خط المنامة لندن. وقد كان في استقبال الطائرة في مطار هيثرو سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، بحضور الكابتن وليد عبد الحميد العلوي نائب الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج وعدد من كبار الشخصيات البريطانية وممثلي شركات السفريات. وقال معالي الشيخ فواز بن محمد بهذه المناسبة إن الطائرة الجديدة تمتلك العديد من المزايا الحديثة التي تساهم في الارتقاء بتجربة السفر. والجدير ذكره بأن طائرة دريم لاينر 787 تنتمي إلى جيل جديد من الطائرات التجارية السريعة والكبيرة الحجم التي تطرح في الأسواق بنسبة استهلاك وقود وانبعاثات كربون أقل ب 20% مقارنة بالطائرات التي ستستبدل بها، وهي الأولى من نوعها التي تعمل على محركات رولز رويس البريطانية. ذكرت جمعية التأمين البحرينية أنها في طور وضع اللمسات النهائية على مقترح وثيقة موحدة للتأمين الشامل على السيارات، متوقعة صدورها قريبا بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. وقد أوضح رئيس جمعية البحرين للتأمين الرئيس التنفيذي لشركة تآزر للتأمين التكافلي يحيى نور الدين أن الوثيقة من شأنها رسم الخطوط العريضة التي ستوضح لزبائن التأمين الشامل للسيارات حقوقهم والتزاماتهم، متوقعا أن تكون جاهزة للتطبيق خلال العام الجاري 2018. وقد بيّن نور الدين في تصريحات صحفية أن مقترح الوثيقة يأتي ضمن مساعي الجمعية لتعزيز السوق التأمينية وزيادة مستوى الوعي بين الجمهور بعد النجاح الذي حققته الوثيقة الموحدة لتأمين الطرف الثالث بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف رئيس جمعية البحرين للتأمين الرئيس التنفيذي لشركة تآزر للتأمين التكافلي الأستاذ يحيى نور الدين. مرحبا بك معنا في النشرة الاقتصادية. وبداية أستاذ يحيى، ما هي طبيعة حقوق الزبائن والالتزامات التي ستتضمنها الوثيقة الموحدة للتأمين الشامل على السيارات؟ أهلا ومرحبا أختي، طبعا يشرفني تواجدي معكم. هو بالنسبة لتوحيد الوثيقة التأمين الشامل، طبعا أغلب شركات التأمين تبيع وثيقة التأمين الشامل، تقريبا شروطها والتزاماتها متفق عليها ما عدا بعض النقاط اللي فيها نقاط اختلاف وتسبب سوء فهم بين الشركة والمؤمن لها في حالة وجود حوادث. نعم. يعني إذا تسمحين لي أختي، عندي تقريبا نقاط الخلاف. اتفضل. تنحصر عادة أن لما يصير حادث ما هو مبلغ التحمل اللي المؤمن له يدفعه في حالة الحادث، هذه نقطة خلاف ونقطة أثر في التسعيرة لما يكون يشتري الوثيقة. نعم. نقطة ثانية أختي، اختيار الجراج للتصليح، هل راح تصلح السيارة في الوكيل ولا في جراجات أخرى غير الوكيل، هذه من النقاط الخلاف الموجودة واللي عادة الزبون ما ينتبه لها لما يشتري الوثيقة. نعم. طبعا في نقاط أخرى، مثلا مبلغ الاستهلاك، هل بيدفع لما يركبون له قطع غيار جديدة ولا يصلحون له من غير ما يدفعونه. نعم. طبعا في نقاط كثيرة، فلسبب أن وثيقة التأمين من الصعب أن الواحد يقرأها لما يقارن أسعار، حاولت الجمعية عن طريق التنسيق مع البنك المركزي أن نصدر شروط موحدة
تسهل على المستهلك بدل ما يقرأ الوثيقة مجرد يقارن السعر، لأنه هناك الشروط متفق عليها، فهو مجرد أنه يتأكد من السعر من غير ما يروح يقرأ الخط الصغير في الوثيقة اللي يبين الشروط اللي قد تختلف وتأثر في السعر. طبعا هذه لا يمنع حق الشخص أنه يشتري منافع زيادة، نعم. لكن على الأقل لما يقارن الأسعار بين الشركات ما في داعي يقرأ الوثيقة، عارف أن كل الشروط اللي نقاط خلاف موجودة متفق عليها. نعم، وكيف يمكن أستاذ عفوا لهذه الوثيقة الموحدة أن تقضي على التفاوت بين عقود الشركات وما يثار حولها من شكاوى بين شركات التأمين؟ أكيد لا، لأن لما يصير أن الواحد يشتري وثيقة ويأخذ السعر فقط، قد يكون شارك سعر أقل لكن مبلغ التحمل أكثر. نعم. التصليح مو متفق عليه، قيمة السيارة في حالة الخسارة الكلية في خلاف عليها. احنا القصد كله ان نوحد الشروط على اساس لما يقارن السعر هذه الشروط متفق عليها. نعم. ما في داعي يقرا الوثائق، لان هناك بعض الشركات تقول لك والله انا بحط مبلغ تحمل اعلى بعطيك سعر اصلا. طب الزبون ما يقدر يميز في في في, في الخمس دقائق اللي تصل بالشركه الفروق هذه، فقلنا نوحدها. الشروط الموحده هذه تحمي المستهلك انه عارف هو ايش يشتري. يبي يشتري اكثر هناك متاح له، ولكن هذه بتخفف من الـ من الـ من الاشكاليات اللي اليوم نواجهها بين شركات التامين والمؤمن له، انه والله ما حد قال لي انا ما شريت، وهذه امور تسبب اشكاليه للمؤمن له وقت الحادث، فقلنا نوحدها بالذات بعد نجاح تجربتنا في توحيد الطرف الثالث. نعم، الاستاذ يحيى نور الدين رئيس جمعيه البحرين للتامين، الرئيس التنفيذي لشركه تآزر للتامين التكافلي، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1301 نقطة بانخفاض نسبته 0.47% عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2,351,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 449,000 دينار تم تنفيذها من خلال 75 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 45% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. وبالنسبة لأداء البورصات الخليجية بعد إجازة عيد الفطر المبارك، فقد أغلقت السوق المالية السعودية عند مستوى 8,159 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 1.34%. أما بالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4,593 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.9%. وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 2,922 نقطة بانخفاض تجاوز نصف نقطة مئوية. هذا ويترقب المستثمرون بعد انتهاء جلسة تداولات الأسواق الأمريكية القرار الخاص بترقية السوق السعودية إلى مؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة. ووصلت توقعات بعض المحللين لاحتمال حدوث هذه الترقية ضمن مؤشرات MSCI إلى 100%، وذلك بعد التطورات والإجراءات التي قامت بها تداول خلال الفترة الماضية. كما يرى محللون آخرون أن قطاع الرعاية الصحية سيكون قطاعا واعدا، ومما لا شك فيه أن التغييرات الضخمة التي تشهدها المملكة العربية السعودية لا سيما تلك المتعلقة بأسواق المال ترجح ترقية سوق الأسهم إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. فبحسب تقديرات مجموعة هرمس المالية فإن احتمال انضمام السوق السعودية يقف عند 100%. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. إقصاء سهم جنرال إلكتريك من مؤشر داو جونز في وول ستريت بعد أكثر من قرن من الزمن.
وإلى روسيا، حيث تتجه إلى تقديم مقترح خلال أعمال اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك والمنتجين المستقلين لزيادة إنتاج النفط الخام بنحو 1.5 مليون برميل يوميا. وأوردت وكالة سبوتنيك الروسية عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قوله إن مقترح بلاده سيناقش في الاجتماع المقبل الذي تبدأ أعماله الجمعة ويستمر حتى يوم السبت لزيادة الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل. ويرجح أن يتفق التحالف على زيادة إمدادات النفط الخام للسوق العالمية لسد أي نقص محتمل خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع الطلب وتقليص الإنتاج في فنزويلا. حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من التكلفة الباهظة التي ستنجم عن التراخي في حماية المناخ، مشددة على ضرورة أن تبذل بلادها مزيدا من الجهود في هذا المجال. وخلال مؤتمر حوار بطرسبرغ لحماية المناخ الذي يشارك فيه ممثلون عن أكثر من 30 دولة، قالت ميركل إن التكاليف الاقتصادية للتراخي يصعب تقديرها لكنها ستكون هائلة، مؤكدة أن المشكلات الدولية لا يمكن حلها إلا على نحو مشترك. وطالبت ميركل ببذل مزيد من الجهود في حماية المناخ في قطاعات أخرى مثل قطاع النقل والمشكلة التي تمثلها السيارات القديمة التي تحتاج إلى تحديثات وإصلاحات للحد من انبعاثاتها الكربونية. تجددت أزمة الدولار في سوق النقد الإيراني، فقد وصلت العملة الخضراء ارتفاعها لتتجاوز حاجز 7000 تومن في السوق الحرة والأربعة آلاف تومن في السوق الرسمي رغم الإجراءات الحكومية. وقالت وكالة أنباء مهر نقلا عن البنك المركزي الإيراني إن قيمة الدولار في السوق الرسمية شهدت زيادة ثلاثاء بمعدل 20 ريال مقارنة بالسعر اليوم الذي سبقه، ورغم التحفظ الحكومي في الكشف عن الأسعار الحقيقية داخل سوق النقد الأجنبي بالبلاد بعد أن ذكرت تقارير أن قيمة الدولار اقتربت في السوق الحرة من حاجز 7200 تومن. يسعى مضاربون في العملات الأجنبية للبحث عن وسائل جديدة للتواصل مع عملائهم في ظل تشديد القبضة الأمنية وشن حملات اعتقالات ضدهم. والآن نلقي نظرة مشاهدينا على أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أخيرا أقصي سهم جنرال إلكتريك من مؤشر داو جونز الصناعي المؤشر الرئيسي في بورصة وول ستريت في نكسة للمجموعة الصناعية الأمريكية العملاقة. ويجسد إقصاء جنرال إلكتريك الصعوبات التي تجتازها الشركة منذ أكثر من سنتين، حيث كانت من أوائل أعضاء مؤشر داو جونز الصناعي في عام 1896. وقال ديفيد بليتزر رئيس اللجنة المسؤولة عن أسهم المؤشرات في شركة ستاندر أند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق إن الاقتصاد الأمريكي تغير وانحسرت أهمية القطاع الصناعي لصالح شركات قطاعات الاستهلاك والمال والصحة والتكنولوجيا. وأكد بليتزر أن مؤشر داو جونز سيصبح مع هذا التغيير أكثر تمثيلا لقطاعي الاستهلاك والصحة في الاقتصاد الأمريكي.